عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامجكم طبخة صيامي مع حنان. أهلا وسهلا حنان. أهلا خوريا، كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. إيش رح تعملي لنا اليوم؟ اليوم رح نعمل مقلوبة بتنجان، رح نعمل سلطة خضراء، ورح نعمل هريسة. زي ما عودناكم قبل ما نبلش طبخ، هلأ بدنا نصلي مع بعض صلاة ما قبل الطبخ، وبعدين إن شاء الله رح نكون مع حنان ورح نتعلم أصناف جديدة. المجد لك أيها الإله الأزلي، مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته. أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم. وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس، ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مبارك إلى الأبد، آمين. إيش المقادير أنتي أم رزق اليوم؟ خلينا قبل ما نحط بدنا نستعمل زيت نباتي عشان نفلفل الرز فيه. طبعاً في عنا الرز، حطينا 3 كاسات بتنجان شويته، نتفت زيت بالفرن لأنه يعني ما حبينا نعمله مقلي، وأكيد بصل بحب أحط بقاع الطنجرة، بطاطا في ناس بيحبوا يحطوها زي ما هي أو إنها مشوية بالفرن أو مقلية، وبحب أحط شوية بندورة كمان رائعة عليها، فبيطلع هيك طعمها جوسي وزاكي. طبعا البهارات ملح، قرفة، بهار، فلفل أسود، في ناس كتير بحبوا يحطوا كركم، طبعا هو مفيد أكيد كتير فيه فوائد، بس طبعا هذا على حسب الرغبة، حسب كل واحد إيش بحب إنه يحط. أكيد أكيد. هلأ أول شي خلينا نحط الزيت، تقريبا معلقتين كبار هدول تقريبا أنا بحب نحط يكون كلياته هون موجود. طبعاً إحنا كلياته قسمناه وقطعناه عشان يكون جاهز. معلش خلينا لو هذا نحط منحط البطاطا شوي من تحت، هي بتتحمر حتى، هي كمان لما بيستوي بتتحمر حتى بطلع لها لون حلو. تمام، يعني إذا البطاطا ممكن نقليها أو نشويها بالفرن أو نشويها. طبعاً كل واحد حسب الرغبة إيش بحب إنه يسوي. في كتير اشياء عنا بالطبخ كله يعني فليكسبل، كل أكيد. واحد كيف طريقته، كيف اسلوبه، كله ياتو بيمشي. صحيح. يعني هدول حبتين بطاطا، حبتين بطاطا حطينا. هلا بتعرفي بدي احط كمان برضه البندورة. هلا في ناس بيحطوا البندورة قبل البطاطا، بزبط هيك وبزبط هيك، صح؟ كلياته بيزبط، مش بقول لك انه كل شيء بيقدر الواحد يسويه زي ما هو بيده. طبعا كله بيمشي، بيطلع زاكي وصحتين وهنا على قلب الكل. هلا هون في عندنا 3 كاسات رز، بدنا نحب نحط عليهم الملح، تقريبا بنحط لكل كاسه تقريبا معلقه مليانه. معلقتين صغار بهار سادة، وشوية فلفل أسود، يمكن الناس ما بتحب يكون كتير يحرق. برضو يعني هاي حسب الرغبة، كله حسب الرغبة طبعا. كمان القرفة كتير مفيدة وبتعطي طعم كتير طيب للأكل. بالضبط، بخربشهم بتكون هيك البهارات كلياتها اختلطت مع بعض. هلا قبل ما نحط الرز بحب احط يعني عده رقات، ما بحط بس رقه واحده انا البتنجان. هلا هذا البتنجان شويتيه شوي بالفرن. طبعا اللي بحب مقلي بيقدر يعمله بتنجان مقلي حسب يعني، بس هو بيطلع زيت الطبخه كثير. احنا لانه حطينا زيت من تحت لانه لما نفلفل الرز من احنا بنحط بس البتنجان بشكل عام يعني هو من الخضره اللي كثير تشرب زيت. بالضبط،
كثير في اشياء نحن بنحكيها بس بيكون الاشي عام، يعني نحن الهدف انه نحن بنحب نعمل لاولادنا كل اشي هم بيحبوه، يعني اذا اولادك بيحبوا الزهرة اكثر نعمل لهم زهرة، بيحبوا بتنجان اكثر نعمل لهم. ومرات بتقدري تحطي الجهتين نفس بالمقلوبة زاكية طيبة. في ناس انا بعرف بيعملوا نص الطنجرة بتنجان ونص الطنجرة زهرة، ونص زهرة بزبط حتى يردوا كل الاطراف. صحيح. فهلا حطينا تقريبا نص الكمية هون. هلا البصل قليتيه من قبل؟ قليت البصل وهي حطينا هون البصل. وطبعا اكيد البصل كمان خياري اختياري، في ناس يمكن ما بيحب البصل بصير، بس هو الصراحة زاكي مع المقلوبة. أكيد البصل أكيد زاكي. طيب المقلوبة هلا بدي ارجع احط نص الكمية هون. إذا حطينا البطاطا من تحت، البطاطا والبندورة، نص كمية الباذنجان، نص كمية الرز. هلأ بنكمل الباذنجان. أنا بحط بيناتهم رقات من الورق أحسن. ورق المطبخ عشان ما يعني يغب الزيت، ما يكون فيه كتير مزبوط. زيت نخفف مزبوط. وبرضو إلا ما ينزل، شوفي قديش طبعاً. وبرضو برجع به. فهو الشوي لما نحكي شوي هلا هو مش انه ما في زيت من مره، هو دهنا بندهن الصينيه وبندهن على وجه الباذنجان بالضبط. بس هو خيار صحي لما يكون مشوي، شوي كثير بيكون خيار أحسن. صحي اكثر من القلي. هلا نكمل بقيه البصل عليه. شوفي نخري يلبس المي. يلا هيك ندير بقية هلا كمية الرز. هلا هون سخنت لك 3 كاسات ونص مي، لأنه حطينا 3 نحن. إذا هذا الرز الحبة الطويلة بالزبط. 3 كاسات ونص مي. هلا بنقدر كمان احنا نغلي المي على جهه ونحط عليها البهارات صح؟ يعني المقلوبه كمان ممكن خيار ثاني. ممكن انه نغلي البهارات مع المي بصير. يعني لانه حطينا زدنا هلا شوي لانه البطاطا هي بتشرب والباذنجان بشرب، فزدنا لها كمان نتفه صغيره. بتصور هيك يعني المهم يكون بنفس المستوى المي مع الرز. تمام. هلا بدنا نستنى. خلص لا هاي خلص هاي. هلا طبعا بدنا نستنى لبين ما تغلي المي وتنشف، بعدين بنوطي تحتها. بالفترة هذه خلينا نحضر للسلطة. تمام. ايش السلطة بدك تعملي لنا اياها اليوم ام رزق؟ اليوم بدنا نسوي سلطة، السلطة الخضراء المشكلة. فنحن هون مقسمين الخس الايسبرغ. طبعا هون ما في مقدار معين، كل واحد حسب عيلته، حسب إذا عنده مناسبة، في ناس كتير قليل بتحكم حسب الأشياء اللي بده إياها. وهون عنا حبتين بندورة، حبتين بندورة، حبة بصلة، حبة بصلة خضرة، بصل أخضر كمان. حطينا فلفل حلو ملون وهو كمان 3 خيارات، نخربشهم كلهم مع بعض. اليوم حابين نزيد اضافه جديده للسلطه، بدنا نحط شويه دبس الرمان. فهون بدنا نحط حوالي تقريبا 2 أو 3 معالق ملح، برضه كمان حسب الرغبه، ليمون، هلا
يعني تقريبا معلقتين زيت، معلقتين ليمون. هلا طبعا السلطه الفلفل فيها اختياري، اللي بيحب مثلا بس بندوره وخيار وخس بزبط طبعا بصير كله زي ما بده الواحد. خلاص ولا كمان؟ يعني صراحه هاي الالوان لحالها بتفتح النفس، الوان الخضره لما هي دبس الرمان اليوم رح يعطي طعم زاكي حموضه. صح. على حلاوه. صح. مع الليمون. صح. ومع الهاد تشوف كيف تلاقي طعمه كثير كثير زاكي. طبعا بعتنا دي الملح، ناس بحبوا املح اقل اكثر، فهذا أكيد على حسب رغبه الواحد. اكيد اكيد. اذا خلطنا السلطه بيجات كثير وهيك بتكون جاهزه. طبعا هلا هي يعني الخضره لما بدها تتجهز الفرن، غسل الخضره والفرن بياخذ وقت اكثر. اكيد. بس هلا لانك مجهزه كل شيء كثير حلو. يسلموا ايديكي. وايديك خريم. هلا رح نستنى المقلوبه بتاخذ وقت، رح نستنى. شوفي خريه لساتها المي عليها، فهلا بدنا شويه وقت لبين ما تستوي المقلوبه. بدها تقريبا نص ساعه. بدها نص ساعه تقريبا. فشو رايك نعمل هلا الحلو؟ نعمل الهريسه؟ نعمل اكيد بنعمل طبق الحلو. خليكم معنا بعد الفاصل، رح نرجع نعمل هريسه مع بعض. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل أم رزق عملت لنا مقلوبة باذنجان مع سلطة، سلطة خضراء ملونة، وهلأ رح نعمل مع بعض هريسة. هريسة هريسة نحن عنا المقادير، عنا كاستين سميد ناعم، كاسة جوز الهند مبشور، وكاسة ثلاثة أرباع كاسة سكر، ثلاثة أرباع كاسة زيت، كاسة وربع بردقان معصور، رح نحط كمان معلقتين بيكنج باودر ولوز طبعا للتزيين. فخلينا نبلش فيهم، نخلط طبعا كل المكونات مع بعض. مكونات الجافه ام رزق تحط الجافه اول طبعا. مع السكر معلقتين مليانين عشان بدنا الهريسه تنفخ. نخربشهم مع بعض. هلا رح نحط الزيت كمان مرة، ثلاث ارباع كاسة زيت. ثلاث ارباع بالضبط. بدنا نحط هلا معاهم عصير البردقان. عصير برتقان فريش. ايوه بحط لك اياه لو سمحت. هي الهريسة كثير سهلة، ما بدها اشي، اي حدا اكيد بيقدر يعملها. صحيح. طعمها كثير زاكي، بشجعكم تدوقوها وتعملوها. شوف كيف بصير، لانه حطينا البيكنج باودر مع البردقان المعصور. انا بهالوقت راح ادهن البايركس، نجهزه ندهنه رائد زيت عشان ما تلزق قبل ما نخلط الهريسه منيح. ما بدها خفاقة ولا أي شيء، تحريك بس تكون كلياتها تماسكت. شوفوا منظرها، شو شكلها، اكيد رح تطلع زاكيه وريحه البردقان كمان فيها. انا بدي اغلبك شي خوريه، اذا بتقدري تحطي لنا اللوز بين ما انا اعمل القطر. اكيد نحطهم بالفرن. عندنا هون عيارات القطر، كاستين حطينا، كاستين من هدول، كاستين سكر، وهلا بدنا نحط معاهم كاسه ونص مي.
رح نتركهم يغلوا لبن ما تطلع الهريسة سخنة، بدنا نديرهم عليها. هلا هذا يمكن إشي كتير مهم ننتبه له، إنه إذا لازم تكون إذا الهريسة سخنة القطر سخن. هلا في وصفات مرات إنه لازم نطلعه يبرد شوي يكون بارد، يكون إشي بارد على السخن. وأكيد رح نحط معاها معلقة ليمون. هلا نحرك عليها شوي. هي فعليا من يمكن اسهل وصفات الحلو الصيامي الهريسه، لا يعني بحسب ما سهلة. شفنا ما اخذت بالضبط تاخذش وقت، ما اخذت شيء، مكوناتها سهله كثير. لما نكون محضرين كل المواد بصفي علينا، بس بدنا نخلطها مع بعض. صحيح، واكيد ان شاء الله بتعملوها وبتعجبكم، كثير زاكيه للاولاد وللكبار وللصغار بحبوها. هلا هيك زيناها وصارت جاهزة، حطها بالفرن؟ لو سمحتي. قديش بدها وقت؟ بدها حوالي 20 ل 30 دقيقة. لبين ما نشوف الداير تاعها صار متحمر. طبعا احنا حمينا الفرن من قبل على درجة حرارة 180. 180. وهلا رح نستنى ثلث ساعة ل 30 دقيقة تقريبا. طبعا يعني نحن الوقت تقريبي بنعطيه لانه لازم نشوف الجوانب تحمرت اخذت لون. مزبوط تمام. القطر قديش بده تقريبا؟ هي بس يغلي القطر بده يعني خمس دقائق بعدين خلاص بنطفي تحته، بس رح ينحط سخن عليها. سخن هلا يعني القطر بده تقريبا خمس دقائق. رح نستنى القطر نشيك على الرز بهالوقت. يلا اوكي. ريحة المقلوبة كثير زاكية، يمكن بدها كمان شوي. خليها كمان تفي تتحمل المقلوبة شوي لأنه حطينا معاها بطاطا فبتشرب وقت. خليها شوي. إذا صار عندنا المقلوبة بدها شوية وقت، صار عندنا الهريسة بالفرن، رح نرجع لكم أول ما يكونوا جاهزين. رجعنا لكم بعد الفاصل، خلصنا. هلا صارت عندنا المقلوبه جاهزه والهريسه عم تتحمر اظن، صح؟ فهلا رح نقلب المقلوبه مع بعض ان شاء الله. طبعا هو الجمال المقلوبه غير الريحه اللي عم نشمها، جمال المقلوبه لما تنقلب. اساعدك. شكلها زاكي ان شاء الله تكون منيحه يا عذرا. اساعدك. بتعرفي بس بدنا نتركها خورية بس هيك دقيقتين. طب هذا الوقت انا رح يمكن الهريسة لانه بتخيل حمرت. يا سلام. مرزق الهريسة طالع شكلها من الاخر بجنن. هلا رح نحط لها القطر وهي سخنة، صح؟ بالضبط. طبعا هون لازم نحكي انه القطر حسب الرغبه، صح؟ يعني أكيد. هلا بس زاكي يكون الهريسه زاكي يكون قطرها كثير، بس كمان بدنا ننبه خوريه انه لازم تكون وهي سخنه. ديري بالك ايدك وهي سخنه، لازم ندير عليها القطر سخن فعشان يتشرب مزبوط، لانه السميد فيها وجوز الهند. اكيد. يسلموا ايديكي. هلا نقسمها ام رزا؟ لو سمحتي خذيها. يسلموا ايديكي. ايديكي، يسلموا ايديكي انت على هالاكلات اللي بتشهي. صحتين وهنا على الكل. هلا نحن دهنا البايركس بزيت. بس اظن كمان بنقدر ندهنه طحينيه، صح؟ بقول لك انا في ناس كثير وانا بستعمله يعني الطحينيه حتى للكيك وللهريسه. ما بيأثر وما بيلزق يعني كمان. حسب ما موجود عندك، عندك زيت او عندك طحينيه برضه بصير. بس فعليا عن جد شكلها كثير طالع حلو.
وريحة المقلوبة ما بدي أحكي لكم طبعاً عنها. هلا بنفس الطريقة بنقسم بالحرصة. ديري بالك. طبعا تتقسم حسب الرغبة، صغيرة كبيرة. قسمتيها خورية انت هيك بالورب، كتير حلو شكلها. هلا بالورب عشان على اساس بيطلع معك اشي صغير اشي كبير حسب ما بتفضلي. وممكن نقسمها مربعات كمان، ما يبدأ يعني عليك انه برضو بصير. انت تحكمتي بالمحل اللوز اللي محطوط بالضبط، بس كتير حلو شكلها. مسنتيه كتير حلوة، مشحية كتير يعني. تسلم إيديك. هيك صحة وهنا، إن شاء الله تعجبكم بهالوقت هذا. خلينا نشوف إن شاء الله بتكون تركنا المقلوبة. يا سلام. البطاطا بنقدر من هالشوكة. شوف شكلها، ريحتها كثير زاكية، ريحة المقلوبة. وطبعا بصراحة المقلوبة هي الأكلة التي تصلح لجميع الأوقات، جميع المناسبات. المناسبات. وفعليا المقلوبة الصيامية برضه كثير طيبة، مش انه مثلا بنقول مرات في طبخة ممكن تزبط ما تزبط، المقلوبة الصيامية كثير زاكية. شوفي حتى خورية، يعني لو مزبوط يمكن في ناس بيقلوها او بيشووها البطاطا، بس حتى لو هاد لانها انحطت بقاعد طنجرة برضه كمان تستوي، وبرضه منظرها يعني ماخذ لون. مزبوط. وخلينا بجنن شكلا وريحة، كل شيء بجنن. طبعا اللي بحب يزين المقلوبة باللوز مقلى مثلا ممكن يقلي لوز ويرش فوق المقلوبة. طبعا هذا حسب الرغبة. طبعا نحن دائما بنحكي انه بالصيام يعني احنا هلا هو زمن تقشف، اللي بحب انه يقلي لوز ويحط بيقدر يقلي، طبعا هي حسب الرغبة. بتحبوا انها زي هيك برضو كمان ريحتها بتشهي. شكرا ام رزق على الاصناف اللي عملتي لنا اياها اليوم. هيك متابعينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنونا بحلقات جايه مع طبخات جديده مع ام رزق. الله معكم.